تأمين تنقل المواطنين على متن مترو الجزائر ينطلق من هنا، مركز القيادة والتحكم بوحدة شرطة مترو الجزائر. مهامه تكمن في مراقبة كل مداخل ومخارج المحطة، كما يعتبر خلية وصل دائمة بين كل التشكيل الأمني الموزع على كافة النقاط لرصد كل أنواع التجاوزات. حققت هذه الوحدة نتائج جد إيجابية، منها إيقاف أو مراقبة 19,943 شخص، إيقاف 62 شخص مبحوث عنهم، إيقاف 222 شخص بحوزته مخدرات صلبة، كذلك إيقاف 153 شخص يحوز على حب مهلوسة، إيقاف 63 سارق في حالة تلبس، وكذلك إيقاف 93 شخص أو 95 شخص بحوزته أسلحة بيضاء. كل هذه الإحصائيات كانت خلال سنة 2021. فرقة الأنياب المتجولة بواسطة الكلاب المدربة أو فرقة الحراقين المكلفة بتفكيك الآليات المتفجرة أو رصد الحقائب المشبوهة، كلها تشكيلات أمنية ثابتة ومتنقلة تشعر المواطن بالأمان والارتياح خلال تنقله في المترو. بيان سور نحس بالامان، ايفيتيك شغل السرقه ما تكونش شغل عفسه بيان. بيان سور كاين ناس، بزاف ناس ما على بالهمش بلي في المترو راه سيكوريزي، مي سي فو، راه كاين لي كاميرا، كاين لا بوليس. انا لا بريزونس دو بوليس هنايا انا فور موا سي تري امبورطون، لا سيكوريتي سا راسور لو سيتويان، انا حاجه مليحه. جمهرة شرطة النقل المستفيدة من تكوين خاص لمنتسبيها وخبرة ميدانية في التحكم والأداء واحترافية كبيرة في استعمال التكنولوجيات الحديثة أثبتت جدارتها في حفظ سلامة وأمن المسافرين.